من القاهرة دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. يعني بعد التحية، هناك حجج إسرائيلية متواصلة بشأن وجود أنفاق بين رفح الفلسطينية وسيناء، وهذا ما نفته مصر مرارا وتكرارا، بل وعملت مصر خلال السنوات الماضية على تدمير أو تحييد أكثر من 1500 نفق، كذلك إنشاء منطقة عازلة على الحدود بطول 5 كيلومتر خلال تطهير سيناء من الإرهاب. ما الذي تستهدفه إسرائيل من إثارة هذه الحجج الواهية؟ أنا أبدأ بمثل إنجليزي: النجار الخائب يتعارك مع أدواته. ويبدو أن الخيبة الكبيرة في إدارة العملية العسكرية في غزة وقتل المدنيين شهداء يصل إلى أكثر من 20,000، نصفهم من الأطفال والنساء، علاوة على طبعا عدد من الجرحى يتجاوز 55,000، وده لم يحدث في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ إنشاء دولة الاحتلال إلى الآن. طبعا نتنياهو أو فريق الحرب طبعا القوة غير متكافئة، يعني مهما تحدثنا على أن هناك حركة حمساوية عسكرية تحاول أن في بعض الأوقات طبعا تمثل نفسها على أنها مقاومة، ولكن الإسرائيليين يبدو أنهم تجاوزوا فكرة ضرب حماس إلى فكرة هدم غزة، شمال غزة بالكامل. والدفع الآن بأن كل الكلام اللي كان يقال على أنه روايات أو حكايات، تأتي الواشنطن بوست وتؤكد أمس وأول أمس بأن كل الأحاديث التي كانت تطلق في الإعلام لا، أصبحت واقع. الدليل على ذلك أن طبعا ياسمين أبو طالب أشارت في واشنطن بوست أن نتنياهو مصمم على الضغط على جمهورية مصر العربية بالحديث إلى بايدن، إلى ماكرون، إلى ريتشي سوناك، بأنهم مصممين على دفع الفلسطينيين بالتهجير وبالقوة. النفي اللي بيحاول يكرره الغرب، ولكن يبدو أن الغرب سايب لإسرائيل يعني الحبل على الغارب. طيب ده هل ده يتفق مع كامب ديفيد؟ يتفق مع الاتفاقيات والالتزامات التي مثلت مؤسسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جمهورية مصر العربية وبين إسرائيل؟ كارتر ما زال على قيد الحياة، وتحدث يعني في أكثر من مرة بكتاب شهير عن الفصل العنصري. قابلت كارتر في جامعة كاليفورنيا في ندوة كبيرة، وكان لنفس العقيدة بأنه يرى أن ميراث كامب ديفيد، السادات، بيجن يجب أن يستمر، وأن يستمر بأن نصل إلى حل للقضية الفلسطينية وتقديم سلام حقيقي لكي يتعايش الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والشعوب العربية. حكومة نتنياهو في تشكيلها المتطرف يبدو أنها تضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقية المهمة التي تحدثت عنها كل مراكز الفكر، وحتى الإيباك نفسه، اللوبي الرئيسي الذي يدعم إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال يجب أن نتعلم من دروس اتفاقية كامب ديفيد لأن نستفيد بها للتعامل مع القضية الفلسطينية الإسرائيلية. يعني المالتي انترناشنال فورس، اللي هي القوة متعددة الجنسيات الدولية الضامنة لطبيعة السلام والاتفاق والترتيبات الأمنية الموجودة على الخطوط المصرية الإسرائيلية، والتنسيق اللي كان موجود طبعا بين المكتب الاتصال العسكري المصري ومكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الأمم المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتأكيد أن لا يأتي مجنونا كما نرى الآن في تل أبيب يحاول أن يكسر هذه الالتزامات. استفزاز مصر خطر كبير على السلام. مصر دولة راعت السلام منذ قدوم الرئيس السيسي لإدارة وقيادة الدولة المصرية، لم يفرط يوما كدولة ومؤسسة وكجيش بالالتزام بهذه الاتفاقية كي نبني عليها ونحقق السلام الحقيقي للفلسطينيين وللإسرائيليين. القتل لا ترحب به مصر،
ولكن قتل المدنيين الفلسطينيين تجاوز مفهوم فكرة الدفاع عن النفس، لأن إسرائيل هي كدولة تملك من القوى العسكرية لا يمكن أن يتناسب مع أي حركة مقاومة، وهي تعلم جيدا أن ما تقوم به ليس مفهوما للدفاع عن النفس. هي دولة محتل، كل فلسطيني في غزة، في رام الله، في القدس هو مسؤول أمام المجتمع الدولي تحت مسؤولية يجب أن تكون إسرائيل ملتزما بها.